الحكومة المالية تعلن انتهاء عملية احتجاز الرهائن في باماكو. اعتقال شبكات إرهابية كانت تحضر لتفجيرات انتحارية في لبنان. ارتفاع عدد قتلى العملية الأمنية الفرنسية في ساندني إلى 3. عشرات القتلى والجرحى من القوات الموالية لهادي والقاعدة في اشتباكات عنيفة في محافظة حضرموت. أهلا بكم إلى الميدانية من الميادين وفي ميادينها لليوم. من الميدان اللبناني عباس صباغ من بيروت. من الميدان الفرنسي موسى عاصي من باريس. وفي الميدان السوري محمد الخضر من دمشق وعلي مرتضى من حلب. وحول الميدانيات اليمنية أحمد عبد الرحمن من صنعاء. ولقراءة تطورات هذه الميادين سيرافقنا هنا في الاستوديو الباحث العسكري العميد إلياس فرحات، أهلا بك. إذن أعلن وزير في الحكومة المالية أنه لم يعد لدى الإرهابيين أي رهائن في الفندق الذي تمت فيه عملية الاحتجاز اليوم، لكن دون تحديد مصير هؤلاء الرهائن. وكانت قوات الأمن في مالي تمكنت من تحرير العشرات من الرهائن الذين احتجزهم مسلحون متشددون في فندق راديسون في باماكو. مصادر أمنية أكدت مقتل 3 على الأقل من الرهائن الذين كان يبلغ عددهم 180، وأفيد أنه لا يزال هناك 125 رهينة و13 عاملا محتجزين من مسلحين من قبل المسلحين في الفندق في العاصمة المالية. في غضون ذلك أكدت باريس وبكين وأنقرة وجود عدد من الفرنسيين والصينيين والأتراك في عداد هؤلاء الرهائن. هذا وأعلن الجيش الأمريكي مشاركة قوات خاصة منه في عمليات تحريرهم. ومن العاصمة المالية باماكو ينضم إلينا الكاتب الصحفي يوسف جوارة. أستاذ يوسف، لابد من السؤال، يعني انتهت عملية تحرير الرهائن، مصير هؤلاء الرهائن أو عملية احتجاز الرهائن عفوا، مصير هؤلاء الرهائن ما هو؟ نعم، أهلا وسهلا. وردت من الأنباء الآن على أن المسلحين لم يعد فيهم رهين في كل راديسون في باماكو. وهذا ما اكد الان وزير الامن في مالي، يعني ان تم اتلاف جميع الرهائن، لم تعد لديهم اي رحيمه. والمصادر تقول الى مقتل 18 شخصا. نعم. سيد يوسف هل تسمعني؟ أسمع. طيب هذا في مخص الرهائن، لكن المحتجزين يعني العناصر المتشددين الذين كانوا يحتجزون هؤلاء الرهائن مصيرهم ايضا؟ نعم، ما زالوا في الفندق، ولكنهم اطلقوا سراها الرهائن. نعم. طيب ماذا عن رهائن فرنسيين وأتراك وأيضا صينيين؟ هل هناك أعداد محددة لهم وأيضا مصيرهم؟ ويحكى عن قوات خاصة فرنسية شاركت في هذه العملية اليوم لتحرير هؤلاء الرهائن. نعم، هناك مشاركة فرنسية وحتى الأمريكية في هذه العملية لاحتجاز الرهائن، التي شارك فيها القوات الفرنسية وخاصة مع قوات حزب السلام المقيم في مالي. طيب كان هناك قوات امريكيه شاركت في تحرير هؤلاء الرهائن؟ نعم، اكد ذلك السفاره الامريكيه في مالي انه هناك 40 عسكري امريكي شاركوا في هذه العمليه. نعم، يعني طيب من شارك ايضا بالاضافه الى القوات الفرنسيه والقوات الامريكيه، من شارك في هذه العمليه؟ لم افهم. بإضافة إلى القوات الفرنسية والقوات الأمريكية التي ساهمت في تحرير هؤلاء الرهائن، من شارك أيضا؟ وشارك فيه أيضا قوات حزب السلام الموجودين الآن في مالي. نعم. طيب هل العملية مستمرة؟ لا، لا أظن أن العملية الآن مستمرة، لأن هناك أكدوا أن لا يوجد رحمة في الفندق. وهذا يدل على انتهاء العملية.
طيب كان هناك حديث عن 3 رهائن قتلى، هل ارتفع العدد أم بقي على حاله؟ نعم ارتفع العدد، لأنه مسؤولون يقولون أنهم أسروا على 18 جثة داخل الفندق. 18 جثة داخل الفندق. طيب إذا السيد يوسف جاورة الكاتب الصحفي حدثنا من باماكو، شكرا لك. إلى لبنان، حيث قال مرجع أمني للميادين إن القوى الأمنية أوقفت شبكات إرهابية كانت تستعد لتنفيذ عمليات شبيهة بتلك التي شهدتها منطقة برج البراجنة في أكثر من منطقة، وأن العمليات الاستباقية التي نفذت لم تنتهي بعد. تفاصيل ما شهدته طرابلس من مداهمات في الساعات الماضية مع هبة محمد. أهلا بكم. سلسلة مداهمات واسعة النطاق قام بها الجيش اللبناني في بيروت والشمال تركزت في منطقة البقار في القبة ومحيطها وصولا إلى باب التباني في طرابلس بمساندة طائرات استطلاع وتحليق مكثف للمروحيات في المناطق المجاورة لتأمين الجيش لا سيما فوق البحر في منطقة الميناء. الهدف من المداهمات هو ما يعتقد أنها العقول المدبرة الثلاثة لتفجير الضاحية الجنوبية علي قاسم وخالد سيف الدين وهو من الضنية ومعروف بأبو طلحة وبلال البقار، ولكن لم يعثر على أحد منهم. المداهمة انتهت بالمعنى العلني كانتشار عسكري واضح، لكنها مستمرة على صعيد الاستخبارات. بحسب المعلومات فإن الأمن العام اللبناني كان قد داهم المنطقة قبل انفجار الضاحية وليلة وقوع الانفجار بحثا عن سيف الدين الذي تمكن من الهرب وساعدته على ذلك طبيعة المباني الملاصقة لبعضها في المنطقة. وكانت التحقيقات مع الموقوفين خلال مداهمات سابقة قد أدت إلى استكمال تفكيك الشبكات، كما أن اعترافات الموقوفين الأوائل والتي ثبت أنها دقيقة انتهت إلى ما صدر من متفجرات ولوازم خاصة بتصنيع الأحزمة الناسفة، كما أن المجموعات المسلحة وأماكن تخزين الأسلحة تتركز بحسب مصادر أمنية في مناطق جبل البداوي ووادي النحلة وحارة بيت سيف التي يقاتل جزء كبير من أبنائها في سوريا. المصادر تتحدث عن قرية تسمى قرصيطة وهي موجودة في الضنية قريبة من طريق الضنية هرمل، ويبدو أن الملاحقين الذين يهربون من طرابلس يلجؤون إليها. طبيعة المنطقة وعرة وتنتشر بيوتها في الجبال، ما يجعل عملية مداهمتها أمرا صعبا. يبدو بحسب ما تقول المصادر للميادين أن هناك قرارا لدى هذه الجماعات بعدم التوقف والمضي في مرحلة إرباك الأجهزة للوصول إلى مرحلة العجز. ومن بيروت ينضم إلينا مراسلنا عباس صباغة. عباس، معطيات إضافية حول هذه العملية المداهمات والتوقيفات التي حدثت في لبنان، تفضل. نعم دينا، قبل قليل علمنا من مصدر أمني في قوى الأمن الداخلي أنه تم إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية، يعني عنصر منتمي إلى الشبكة التي لها صلة بشبكة تفجير برج البراجنة. نعم. وبالتالي هناك يعني تنسيق كبير بين الأجهزة الأمنية إن كان في الأمن العام اللبناني أو مخابرات الجيش أو فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي. هناك يعني بحث عن أشخاص أمنوا المساعدة اللوجستية لخلية برج البراجنة وتحديدا في منطقة الضني كما أسلفت الزميلة هبة محمود. هناك البحث عن هؤلاء الأشخاص، فعلا هؤلاء قدموا مساعدة لوجستية، لأن عندما تم القبض على أفراد الشبكة شبكة برج البراجنة اللافت بأن أعضاء الشبكة لا يعرفون بعضهم البعض، هي طريقة عنقودية معقدة، وبالتالي كشف عنصر أو عنصرين لا يعني كشف كامل الشبكة. يعني هناك يعني تنظيم معين تتبعه المجموعات الإرهابية. واللافت أيضا اليوم أن الأمن العام اللبناني ألقى القبض على عنصر من جبهة النصرة كان معه حزاما ناسفا ويعد لعملية انتحارية. إذن أكثر من مجموعة بحسب الأجهزة الأمنية، أكثر من مجموعة تعمل على الساحة اللبنانية في هذه الفترة. طبعا الأنشط هي المجموعات التابعة لداعش بعد تفكيك شبكة مخيم عين الحلوة في أكتوبر تشرين أول الفائت، وبالتالي تفكيك معظم أفراد شبكة برج البراجنة. وهناك استنفار أمني غير مسبوق في لبنان، وتعاون حتى مع الفصائل
الفلسطينية في المخيمات، مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، لأنه ثبت بأن الدراجة النارية التي انفجرت في برج البراجنة تم تفخيخها داخل هذه الشقة التي كانت يعني دهمتها القوى الأمنية، ولأن من أحضر الأحزمة الناسفة من عرسال إلى شمال لبنان هو غير الذي أحضر المتفجرات، وبالتالي هناك يعني شبكة عنقودية تعمل الأجهزة الأمنية على مدار الساعة على تفكيكها. طيب نعم عباس، إضافة إلى ما ذكرت، يعني بحسب ما قيل عن الأجهزة الأمنية بأن هذه الخلايا كانت تنوي تنفيذ عمليات مشابهة بالعملية التي جرت في برج البراجنة، هل يعني هل هناك معطيات أو معلومات جديدة حول المناطق التي كانت مستهدفة من خلال هذه الخلايا أو ربما الأشخاص؟ سرا بأن المناطق المستهدفة هي أما في الضاحية الجنوبية أو في جبل محسن أو في المناطق المكتظة سكانيا، وبالتالي يعني منذ مطلع العام، منذ تفجير جبل محسن في كانون 2 يناير الفائت، يعتمدون التفجير المزدوج وهو ما شاهدناه إن كان في جبل محسن وفي برج البراجنة، وإن استطاعوا أن ينفذوا أكثر يعني ينفذ أكثر من انتحاري عملية في نفس الوقت، كما أعلن وزير الداخلية أنه هذا المشنوق الأحد الفائت. المناطق المستهدفة بطبيعة الحال هي المناطق السكنية المكتظة، وفي لبنان المناطق السكنية المكتظة هي في الضاحية الجنوبية في الأحياء الفقيرة وغيرها، لكن الهدف يعني الهدف عند داعش وعند المجموعات الإرهابية في هذه الفترة هي التركيز على الضاحية الجنوبية وجبل محسن في شمال لبنان. إذا عباس صباغ، سنكون معك فور ورود أي جديد. شكرا لك مراسلنا من بيروت. وننتقل الآن إلى العميد الياس فرحات الباحث العسكري. سيادة العميد، ربما من المهم الإشارة حول كيفية انتقال هؤلاء أو تنقل هذه الخلايا وهذه المجموعات الإرهابية في المناطق اللبنانية، لا سيما إذا تحدثنا عن منطقة طرابلس وهي أكثر المناطق التي يتم فيها توقيف خلايا إرهابية في لبنان. نتحدث أكثر على الخارطة بشكل مفصل. قبل أن نبدأ ننتقل إلى الخارطة، هذا إرهاب داعش والقاعدة هو إرهاب عبر الحدود. نعم. ومعظم هؤلاء الشبكات، عناصر الشبكات، جاءوا من سوريا. أعتقد أنه لا تزال هناك طريق بين سوريا ولبنان في مكان ما في الشمال أو البقاع الشمالي يمكن التسلل منها إلى سوريا ومن سوريا إليها. وهذا يفسر وجود سوريين جاءوا من تلك المنطقة وارتكبوا المجزرة في منطقة برج البراجنة. لذلك لا يجب أن نتعامل مع هذا الإرهاب أنه هو إرهاب دولي وعابر الحدود وليس مشكلة محلية لبنانية. طيب في تفصيل، يعني هل التخطيط والتحضير يتم في لبنان أم في سوريا ويتم تنفيذ هذه العمليات في لبنان؟ يعني الأوامر بالتفجير تأتي من قيادات في سوريا ربما في العراق، يعني لم نعلم يعني هذه الأوامر التفجير، التجهيز بالأموال وبالأجهزة أيضا يأتي من سوريا والقيادات في سوريا أو في العراق. إنما الأمور التنفيذية اللوجستية لابد أن هناك من يستقبل هؤلاء ومن يؤمن لهم الأحزمة الناسفة والأموال والإقامة والتنقل والدراجات النارية يعني كل الأمور اللوجستية، وأيضا الانتقال من طرابلس إلى بيروت أو من البقاع إلى بيروت. نعم. يعني كل هذه أمور لوجستية، هناك شبكة تهتم باستقبال هؤلاء وإيوائهم وتجهيزهم وإرسالهم إلى مكان الذي يعني يكون هناك نية لتفجيرهم. نعم. ثانيا فيما يتعلق بالتحقيقات، يعني اليوم الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية اللبنانية في كشف متورطين وكشف عناصر الشبكة الذين فجروا في البراجنة يعود إلى أولا الاستقصاء، عمليات الاستقصاء التي تأتي تكملة لعمليات استقصاء روتينية سابقة تقوم بها الأجهزة الأمنية في ملاحقة المشتبه بهم بأن يكونوا منتمين إلى تنظيم القاعدة أو إلى تنظيم داعش. المعلومات الاستخبارية المتداولة بين الأجهزة الأمنية وفقا للتنسيق المشترك بينها. ثالثا وهنا النقطة المهمة، هي معلومات التي تستقى من التحقيقات مع الموقوفين، وهنا يبدو أن هذا الشق هو المصدر الكبير للمعلومات الذي أدى إلى كشف مزيد من المتورطين، وهو نتائج التحقيقات مع الإرهابيين اللي ألقي القبض عليهم. منهم نعرف أين الأمكنة
وتذهب أجهزة لتداهم هذه الأمكنة، إن كان في طرابلس أو إن كان في الضنية أو إن كان في البقاع أو إن كان في أي منطقة أخرى، وربما يعني في الأيام القليلة تبين أن هناك مناطق لم تخطر على بال أحد، يعني كما بانت شقة الأشرفية مثلا التي لم تخطر على بال حدا، أو منزل في مخيم برج البراجني. لذلك اليوم ما نشهده هو تدفق معلومات كبير من التحقيقات التي تجري مع الموقفين بالانتماء إلى الشبكة الإرهابية. ننتقل إلى الميدان السوري، حيث أفادت مراسلتنا بأن الجيش السوري أحبط هجوما عنيفا لمسلحي داعش على مطار دير الزور العسكري، ما أدى إلى مقتل 30 مسلحا من التنظيم وجرح العديد من عناصره، وترافق ذلك مع قصف الطائرات السورية والروسية نقاط انتشار المسلحين في محيط المطار، ما ساعد قوات الجيش على التقدم واستعادة السيطرة على نقطة في محيطه. الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف للمجموعات المسلحة على مواقع تقدم إليها في محيط الشيخ مسكين في ريف درعا. وحدات الجيش قامت بتثبيت مواقعها في السجن والإسكان والموارد المائية في الشيخ مسكين، ما يعطيها أفضلية في العمليات المقبلة في البلدة والتي تشكل عقدة مواصلات في شمال درعا. محمد الخضر والتفاصيل. نحن هنا في منطقة الشيخ مسكين إلى الشمال من درعا، وحدة عسكرية سورية قامت بعملية عسكرية بدأت باستعادة الكتيبة الفنية ثم مباني الإسكان ومباني الموارد المائية وصولا إلى السد الغربي. هذه الوحدة تقوم حاليا بصد مجموعة من الهجمات التي تقوم بها مجموعات مسلحة من كل الأطراف المحيطة بمدينة الشيخ مسكين. قامت الفرقة الخامسة بمجموعة قتالية بالانتقال إلى الهجوم لتحرير بعض النقاط الهامة في شيخ مسكين، فكانت بداية بالكتيبة الفنية الموجودة في الطرف الشمالي الشرقي من شيخ مسكين، وثم انتقلنا إلى الإسكان العسكري وبعض النقاط الغرب الطريق العام القديم درعا دمشق. الجيش السوري اعتمد في عملياته العسكرية على الغارات الجوية والقصف المدفعي وتقدم وحدات المشاة، تقدم في مواجهة تكتل كبير من المجموعات المسلحة ومنها جبهة النصرة وحركة أحرار الشام وفرقة الحمزة وحركة المثنى الإسلامية. حتى الآن توجد طرق إمداد وإمداد حتى بالذخيرة وبالأسلحة من اتجاهين أساسيين، اتجاه من الجنوب ابطا جاسم مزيريب تل شهاب وحتى من الأردن، ومن الجهة الغربية من نوى. هذا التجميع كان هدفه المسلحون لمدة 5 أيام متتالية من أجل استرجاع النقاط التي احتلها الجيش العربي السوري. عملية الجيش السوري في الشيخ مسكين تحمل قيمة عسكرية كبيرة، لأول مرة منذ نحو عامين تقوم وحدات الجيش بالانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم الواسع وتحقيق المكاسب الكبيرة على الأرض. هذه العملية أكدت على حماية طريق الأسراد دمشق درعا حتى أكثر من 15 إلى 20 كيلومتر بتبعيد المسلحين حتى إنخل وجاسم. الجيش يعتمد على القضم والتثبيت في المواقع الجديدة، قواته تشرف على دوار الشيخ مسكين وتسيطر ناريا على المساكن العسكرية. محمد الخضر من الشيخ مسكين في ريف درعا، الميادين. ومن العاصمة السورية دمشق ينضم إلينا مراسلنا محمد الخضر. محمد، أهمية هذه العملية التي تتم اليوم في درعا وآخر التطورات فيها؟ دينا يعني بداية تماما، بداية كان اليوم هناك كمين للجيش السوري في تلك المنطقة، يعني المجموعات المسلحة وهي يعني تتجاوز 10 على ما يبدو شكلت تكتلا كبيرا لوقف تقدم الجيش في تلك المنطقة. اليوم كان هناك كمين على الطريق الممتد بين بلدة الشيخ مسكين إلى بلدة تسمى أنخل إلى الشمال من تلك المنطقة. يعني المصادر الميدانية تتحدث عن مقتل وإصابة 15 مسلحا في ذلك الكمين عبر تفجير عبوات ناسفة لدى مرور المسلحين على ذلك المحور. بطبيعة الحال أهمية تلك المنطقة ربما يعني الجواب عليها من خلال هذا التكتل الكبير للمجموعات المسلحة التي بدأت بالأمس هجوما من 4 اتجاهات في محاولة لاستعادة ما قام الجيش بتحريره خلال مدة حوالي أسبوع من هذا التاريخ. المنطقة هي تشكل ممر طرق أساسي في تلك المنطقة إلى الشمال من درعا بحوالي 20 كيلو مترا، وبالتالي هي تشكل نقطة أساسية على الطريق الأوتوستراد الدولي الذي يتجه نحو الأردن أو حتى على الطريق القديم دمشق درعا. الطريق القديم مهم جدا
في الواقع لأنه يشكل خطوط إمداد لوحدات الجيش السوري تتواجد في تلك المنطقة. في منطقة الصنمين مثلا هناك تجمع عسكري كبير، وفي مناطق أخرى هي معروفة في الواقع للجيش، وبنفس أو على المقلب الآخر يعني السيطرة على هذه النقطة تقطع خطوط إمداد أيضا للمجموعات المسلحة، وهو ما يفسر هذا العمل العسكري الكبير للمجموعات المسلحة في محاولة للتعويض واستعادة ما قام الجيش السوري بالسيطرة عليه قبل أسبوع من هذا التاريخ. طيب أيضا ما هو لافت اليوم يجري توزيع بيانات داخل جوبر من قبل أهالي جوبر والتي يعني تدين الممارسات لجيش الإسلام هناك، لو حدثنا عن تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع محمد. في الواقع اليوم صدر بيان عن المجلس المحلي في جوبر، ما يسمى بالمجلس المحلي في جوبر، الذي هاجم بشدة جيش الإسلام لقيامه باعتقالات واسعة، نعم، ويعني مقتل شخصين على الأقل من المدنيين في سجون ومعتقلات ذلك التنظيم جيش الإسلام. في الواقع الحادثة هي ليست جديدة، هي تكررت أكثر من مرة، هناك يعني جرت مثلا في بلدة سقبة وفي بلدات أخرى، زملكة مثلا كانت هناك مظاهرات يعني عارمة يعني خلال شهر آب، وفي الصيف الماضي كانت مظاهرات كبيرة، نعم، رغم الوجود المسلح يعني وغياب أي منطق للقانون في تلك المناطق. هناك أيضا حالة تذمر أساسا نتيجة يعني حالة الغلاء الفاحش التي تقوم المجموعات المسلحين بالسيطرة على الأنفاق، وبالتالي إدارة عمليات رهيبة جدا من توزيع الغذاء وبيعه ورفع تلك الأسعار. كل هذا الأمر يخلق هذا الجو من التذمر، والتي برزت اليوم بهذا البيان الذي أدان اعتقال شخصين ومقتلهما لدى سجون جيش الإسلام في دوما. محمد الخضر مراسلنا من دمشق، شكرا لك. سيادة العميد، ربما نقطتين لافتتين، الأولى هذا التقدم الذي يجري في منطقة درعا، والثانية هي هذه يعني أصوات الاعتراضات التي باتت ترفع داخل الأراضي السورية ضد الجماعات المسلحة هناك. لنبدأ بالنقطة الأولى، هل يسعى الجيش السوري من خلال مثلا درعا وبعض العمليات التي تتم أيضا في ريف دمشق وفي غوطة دمشق، هل يسعى إلى تأمين الطرقات الرئيسية الواصلة بالعاصمة السورية دمشق؟ وحتى لو تحدثنا عن حلب أيضا يعني يشار إلى هذا الموضوع. يعني ما يجري في منطقة الشيخ مسكين، نعم، هو أن الجيش السوري الأسبوع الماضي شن هجوما على محيط هذه البلدة الكبيرة التي يبلغ على سكانها نحو 100,000 يعني، نعم، ليس بلدة صغيرة، واحتل ضواحي هذه البلدة في مقدمة لاحتلالها. هناك في منطقة الشيخ مسكين يسيطر تنظيم القاعدة في بلاد الشام جبهة النصرة، لكن في المنطقة الجنوبية هناك قيادة فرقة في إزرع بعيد نحو 15 كيلومتر عن الشيخ مسكين، وهناك قيادة فرقة أيضا في الصنمين من الشمال نحو 20 كيلومتر. يعني الجيش السوري هناك متمركز بقوة، لكن يعني هذا الخط إزرع الشيخ مسكين كان هو خط دفاعي ضد أي هجوم إسرائيلي محتمل، هو خط جبهة، يعني هذه المنطقة هي منطقة جبهة مع إسرائيل احتلها تنظيم القاعدة في بلاد الشام. ما جرى بالأمس واليوم هو محاولة من هذا التنظيم الإرهابي لاستعادة الأماكن أو التي احتلها الجيش السوري وإعادة الوضع لما كان عليه، لكن كل هذه الهجمات فشلت، والأكثر من ذلك أن بعضهم وقع في كمين وقتل أكثر من 15 شخص منهم. فيما يتعلق بالغوطة، الغوطة يعني منطقة الغوطة الشرقية هي التي تبدأ من جوبر وحرستا عربين دوما، ثم جنوبا باتجاه زملكة وسقبة وعين ترمى، هذه المناطق ما يزال هناك بعض السكان رغم نزوح العديد منهم إلى مدينة دمشق. هؤلاء السكان يعني طبعا هم ليس بمقدورهم النزوح، بقوا لازموا قراهم، يتعرضون لقمع شديد من في ميليشيا جيش الإسلام الذي يرأسه زهران علوش، وقد كما قال مراسلكم الأستاذ خضر ليست هذه المرة الأولى التي يقتل ناس تحت التعذيب في سجون جيش الإسلام. منذ سنة أيضا سمعنا كثير عن عمليات قتل وعمليات اعتقال وتعذيب واختفاء أشخاص يلقي القبض عليهم. يعني لكنها المرة الأولى التي يصدر فيها بيان بهذا الشكل الواضح يدين فيها هذه الممارسات من قبل جيش الإسلام، هو أيضا ما تكرر في منبج تقريبا منذ منبج أسبوع ضد داعش. والتي نعم ضد داعش، نعم، والتي كان هناك مظاهرات وليس بيانات، يعني كان هناك تظاهرات ضد ممارسات داعش. أيضا حصلت تظاهرات في عربين وفي حرستا، نعم، ضد جيش طيب هذا الموضوع ده. تحديدا كيف نقرأه، خصوصا أنا منبج يعني تحديدا منبج هي معقل داعش في 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 حلب، في ريف حلب. منبج هي طبعا معقل جيد لداعش في تلك المنطقة، لكن يبدو أن منبج والرقة
وباقي المناطق التي سيطر عليها داعش قد تعرضت لقصف شديد من الطيران الروسي، واليوم أيضا من صواريخ كروز من بحر قزوين باتجاه الرقة وحلب وإدلب. وهناك كما سمعنا في الأخبار أن هناك تعطيل ملاحة 3 أيام في منطقة الأجواء اللبنانية، ربما كان هناك تحليق طيران روسي أو مرور صواريخ من نوع كاليبر كروز، يعني صاروخ جوالي روسية إلى منطقة سوريا، أي أن الوضع العسكري لداعش ولتنظيم القاعدة هو في تراجع مستمر، وهذا يشجع المواطنين على التظاهر وعلى التعبير عن آرائهم. وكما وردت الأخبار من السكان في الرقة أن داعش اختبأوا وأرسلوا عائلاتهم إلى الموصل، وهناك أيضا عملية فرار يعني فرار جماعي لعناصر داعش وخلل في التنظيم حتى الآن يعني. لذلك الضربات القاسية التي تتلقاها داعش وتلقاها تنظيم القاعدة أيضا هي التي شجعت المواطنين على التعبير عن آرائهم بحرية تامة في مظاهرات. نعم، الجيش السوري يتقدم في تدمر أيضا وصولا إلى مشارف مثلثها الاستراتيجي على مدخلها الغربي، ويسيطر عليها بالنار قاطعا حركة عبور داعش في أكثر العقد حيوية لتنقل المسلحين عبر الطريق الدولي. طارق علي وتفاصيل. الجيش السوري على مشارف مثلث تدمر الاستراتيجي لإحكام سيطرته على المنطقة التي تصل حمص ودمشق وتدمر والمشرف على مدخلها الغربي وقلعتها القديمة. الجيش السوري يستعجل الوصول إلى مشارف تدمر ليستكمل عملياته التي فتحها ضد داعش من ريف حلب الشمالي وحتى ريف حمص الشرقي، ولدفع مسلحي التنظيم للانكفاء نحو الرقة. حاليا تقوم قوات الجيش العربي السوري الباسلة بالتقدم من المحور الشمالي باتجاه مدينة تدمر وهو محور المقالع، وصولا إلى نهاية جبل الطار وإحكام السيطرة النارية على طريق زفت الواصل من تدمر باتجاه سد وادي أبيض. العملية بدأت بالتقدم على عدة محاور أبرزها المحور الشمالي حتى المقالع وجبل الطار، ومن جهة ثانية حتى سد وادي أبيض، ليوسع الجيش قاعدة نيرانه التي بدأت تصل إلى مواقع متقدمة لإرباك مسلحي داعش وقطع الكثير من خطوط إمدادهم ومنعهم من المناورة أو استعادة المبادرة والقيام بهجوم معاكس. الجيش سد عددا من الثغرات التي هاجم عبرها التنظيم مواقعه أكثر من مرة. حكما ان احنا ضربات الجيش العربي السوري عم تحاول تبتعد عن تدمير اي اثر او معلم تاريخي، لانه بالنهايه الاثار هي تاريخنا وهي حضارتنا، وبدون اثار نحن ما لنا اصل. العمليه العسكريه تتقدم بعد التمهيد بقصف الطيران الروسي يؤازره سلاح الجو السوري. بضعه كيلومترات تفصل وحدات الجيش عن مدخل تدمر بعد توسيع الجيش عمليته في ريف حمص الشرقي وفي البيارات في محيط تدمر. من هذا الطريق تقدم مشاة الجيش السوري ووصلوا إلى هذه النقطة على مشارف مثلث تدمر الاستراتيجي، فسيطروا عليه بالنيران تمهيدا لضرب حركة داعش في هذه العقدة الحيوية. طارق علي من المدخل الغربي لتدمر، الميادين. وإضافة إلى التطورات في حمص، هناك تطورات تعيشها حلب وأريافها. ينضم إلينا من مدينة حلب مراسلنا علي مرتضى. علي، هناك اشتباكات بين العناصر عناصر مسلحة وأيضا بين تنظيم داعش في ريف حلب الشمالي، وحدثنا عن تفاصيل هذا الموضوع. صحيح، يعني المعلومات من الريف الشمالي لحلب توحي بأن أو تنذر باشتباكات عنيفة تحدث بين تنظيم داعش والمجموعات المسلحة الأخرى الموجودة في الريف الشمالي. هناك العديد من الاشتباكات في قرى حرجلة وغيرها من القرى المحيطة بها بين التنظيم وبين المجموعات المسلحة، إضافة إلى استهداف داعش أيضا لمواقع المسلحين في قرية أحرس. وبالتالي فإن الاشتباكات الحادثة هناك في الريف الشمالي تتطور يوما بعد يوم. يعني الأخبار التي أتتنا اليوم هي أكبر بكثير من الاشتباكات التي كانت تحدث بالأمس وما قبله، وبالتالي فإن الأمور تتدحرج نحو اشتباكات ضخمة هناك في الريف الشمالي، خاصة أن الجيش السوري دائما ما يستهدف مواقع المسلحين وداعش في هذا الريف ربما لكي يقوي من مواقعه في ذلك الريف، وخاصة
أنه موجود في بعض القرى الموجودة في الريف الشمالي، وبالتالي فإن الاشتباكات التي تحدث هناك في الريف تنذر بارتباك بين المسلحين وبين تنظيم داعش، وهؤلاء المسلحين عدم ثقة فيما بينهم، خاصة أنهم يتوقعون هجوما يحاكي الهجوم الذي حدث في الريف الجنوبي. دعيني أتكلم دينا أيضا عن الريف الشرقي، حيث أن الجيش السوري الذي شق طريقه وصولا إلى مطار كويرس لا زال يتوسع بالمطار بطريقة تحتضن المطار حوله، وسيطر قرية بعد قرية من ناحية الجنوب باتجاه الشرق ومن ناحية الجنوب باتجاه الغرب، وبالتالي هذا الأمر يعني تطبيقا لما قال له أو ما لما نقلت لنا مصادر الجيش السوري هناك، بأن الجيش سوف يعمل على تأمين المطار بشكل كامل وتأمين محيط المطار بشكل كامل تمهيدا لإعادته إلى العمل. هذه هي الصورة في الريف الشرقي والريف الشمالي. إذا ما أردنا التركيز قليلا على الريف الجنوبي، فإننا نلاحظ أن الجيش السوري لا زال في مرحلة تثبيت الأقدام وتثبيت المواقع في القرى التي سيطر عليها، خاصة أنها مساحة لا يستهان بها. ما سيطر عليه الجيش السوري في الريف الجنوبي يقارب 500 كيلومتر مربع، وبالتالي فإنه لابد من تثبيت النقاط هناك. لابد أن ننقل معلومة أن المسلحين وتنسيقيات المسلحين نقلت بأن هناك تعزيزات لهم تصل إلى بلدة خان طومان، وبالتالي فإن الريف الجنوبي على موعد، أعتقد يعني وهذا تحليل، على موعد مع معركة قوية في خان طومان، خاصة مع تركيز المسلحين على تلك المنطقة في ريف حلب الجنوبي. نعم دينا. إذن علي مرتضى من مراسلنا من حلب، شكرا لك. طيب سيادة العميد، ما يحدث اليوم في الريف الشرقي تحديدا في لناحية الجنوب من مطار كويرس، يعني كما نعرف العمليات تتقدم جنوبا، مطار كويرس في الريف الشرقي إلى ناحية الجنوب أيضا، يعني وكأن هناك خط عمودي ما بين يعني هذا الجهة الجنوب من مطار كويرس وأيضا جهة الشمال من حمص، يعني ريف حمص الشمالي. هل نستطيع أن نقول بأن هذه العمليات تسير في خط عمودي بغية نوع من انكفاء عناصر داعش إلى داخل الرقة؟ يعني من المبكر أن نرسم هذه الصورة، أن تظهر هذه الصورة. بعد ما يجري حاليا في ريف حلب الشرقي هو أن الجيش السوري يوسع هامش انتشاره حوالي مطار كويرس ويتمدد شرقا، وأصبح مشرفا على دير حافر، وهي بلدة مهمة جدا في التقدم شرقا باتجاه الرقة. أيضا في الريف الشمالي لحلب نعلم أن الجيش السوري منتشر في المدينة الصناعية الشيخ نجار وفي المنطقة الحرة ووصل إلى بشكوي، لكن هناك في المناطق الشمالية في مارع وفي بعض القرى التي تحدث عنها مراسلكم من حلب بدأت الاشتباكات بين تنظيم الدولة والتنظيمات التي تدور في فلك القاعدة في تلك المنطقة، ولم تنفع محاولة صلح حتى الآن. يبدو أن هناك أجواء مشحونة بالتوتر واشتباكات، لكنها لم ترقى إلى الاشتباكات الكبيرة، ولكن سمعنا تقريرا غير الذي سمعناه. فيما يتعلق بالريف الجنوبي أيضا، لا تزال أمام الجيش السوري معركتان، المعركة الأولى خان طومان والثانية الزربة. وعند الانتهاء من خان طومان والزربة تصبح حدود مدينة حلب مفتوحة على الطريق ما بين مدينة حلب وسراقب، وبذلك يقطع الاتصال بين ريف إدلب وريف حلب. وهذه المعركة أعتقد أن يعني الجيش السوري يثبت في الجنوب ويثبت في الشرق ويثبت في الشمال، كما أنه أيضا يتجه إلى تدمر، ويعني يسيطر على المثلث الذي يعني مثلث الطريق التي تأتي من تدمر إلى الضمائر ودمشق، والطريق التي تأتي من تدمر إلى تي فور إلى حمص. يعني هو أيضا يدخل في سياق تأمين الطرقات الرئيسية الواصلة بين المدن الرئيسية في الأراضي السورية. لكن اليوم هناك تطورات مهمة أيضا يشهدها ريف اللاذقية. بالأمس كان هناك عدة جبهات أو عدة محاور فتحها الجيش السوري، ربما خمس محاور فتحها الجيش السوري لمحاصرة، نوع من محاصرة المسلحين في ريف اللاذقية. أيضا السيطرة على تلال حاكمة ومطلة على ريف إدلب. نستطيع أن نتحدث عن هذه التطورات على الخارطة سيادة عميد؟ يعني كي نفهم هذه التطورات ننظر إلى الحدود السورية التركية. وأن الاشتباكات تجري على منطقة قريبة من الحدود السورية التركية، وهي منطقة مفتوحة من ربيعة إلى الأراضي التركية. لها عمق داخل الأراضي التركية. تقدم الجيش السوري في غمام ثم في الدغمشلية ودير حنة، هذا التقدم ولو كانت يعني المساحة
قليلة، لكنها بما أنها منطقة جبلية ووعرة ولها تضاريس معقدة تبقى منطقة مهمة، لأن التلال التي سيطر عليها الجيش هي تلال مشرفة، وأن التقدم باتجاه الحدود السورية التركية له معنى استراتيجي. عندما يصل الجيش السوري إلى ربيعة هذا يعني أننا وصلنا إلى الحدود السورية التركية واتصلنا بكسب من الغرب، كما أنه عندما يصل إلى سلمة، سلمة التي تشرف على سهل الغاب، تصبح معركة ريف حما وريف إدلب الجنوبي وريف حما الشمالي تصبح معركة مفتوحة أمام الجيش السوري، كون تمت السيطرة على سلمة وجباب الحمر. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن سفن أسطول بحر قزوين أطلقت 18 صاروخا مجنحا وأصابت أهدافا لداعش في محافظات الرقة وإدلب وحلب. شويغو قال أن عدد الطائرات المشاركة في الحملة على داعش زاد إلى 69 طائرة مقاتلة، وقال أيضا أن عدد الغارات الجوية اليومية ارتفع إلى 143 غارة، كما أشار إلى أن عدد الطلعات الجوية خلال 4 أيام بلغ 522 طلعة بمشاركة الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية. وكشف شويغو عن مقتل 600 مسلح من داعش في قصف روسي على مواقعهم في دير الزور، وضرب 826 هدفا لداعش، ما أدى إلى إلحاق أضرار فادحة بالبنى التحتية النفطية والتي يسيطر عليها التنظيم أثناء عملية القصص. تشغل باريس بتحقيقاتها في الاعتداءات الأخيرة، ولا سيما بعد العملية الأمنية في سان دوني والتي ارتفع عدد قتلاها إلى 3، حيث يجري العمل على تحديد هوية جثة ثالثة عثر عليها في الشقة التي دوهمت. وراء هذه الأحداث الدامية شبكة قد لا يقل عدد عناصرها عن 20. 9 من المشتبه بتورطهم في هجمات باريس فجروا أنفسهم، ما يعد سابقة في فرنسا. 4 على الأقل أمضوا فترة في سوريا. المداهمات وعمليات المطاردة توسعت، عدد من المشتبه بهم أوقف. وبحسب مدعي عام باريس، قتل مهندس هجمات باريس الشخصية البارزة في داعش عبد الحميد أباعود خلال عملية سان دوني، عملية شارك فيها أكثر من 100 شرطي من مكافحة الإرهاب، دامت 7 ساعات، أطلقت فيها أكثر من 5000 رصاصة، وأقدمت خلالها امرأة من المشتبه بهم على تفجير نفسها، فيما قتل شخص آخر أجريت الفحوص على أشلائه ليتبين لاحقا أنه أباعود. إلى ذلك تجهد السلطات الفرنسية والبلجيكية للإجابة عن أسئلة تتعلق بكيفية سلوك أباعود مسار العودة من سوريا إلى أوروبا. بعض المسؤولين يعتقدون أنه تخفى وسط موجة اللاجئين التي عبرت من تركيا إلى اليونان. مداهمات سان دوني سمحت أيضا بتفكيك شبكة كانت تعد لهجمات وشيكة على مطار شارل دوغول ومركز لديفانس التجاري، ما ساعد على الوصول إلى الشقة هاتف خلوي لأحد الانتحاريين عثر عليه في سلة قمامة في باتاكلان. المعطيات المحفظة في الهاتف شملت خارطة للمسرح حيث وقع العدد الأكبر من الضحايا، كما احتوت على رسالة يعتقد أنها أرسلت مباشرة بعد دخول المسلح الأول، وفيها ما حرفيته: فلنمضي لقد بدأنا. ومن العاصمة الفرنسية باريس ينضم إلينا مراسل ميادين موسى عاصي. موسى، إجراءات جديدة تم إقرارها بعد الاجتماع في بروكسل من قبل وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين، وحدثنا عن هذه الإجراءات لاسيما فيما خص التدقيق في شنغن، كيف سيؤثر على علاقات دول الاتحاد الأوروبي؟ نعم، يعني في الواقع الاتحاد الأوروبي وزراء الداخلية والعدل تبنوا المقترحات الفرنسية بشأن الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، وهي تتعلق بثلاث نقاط. النقطة الأولى للمسافرين عبر الجو، سيكون لكل مسافر اعتبارا من بدء تطبيق هذه الإجراءات ملف شخصي، وهذا الإجراء لن يقتصر فقط على الوافدين الأوروبا من خارج الدول الأوروبية، إنما أيضا
بالتحديد المواطنين الأوروبيين، وأيضا المواطنين الأوروبيين عندما يتنقلون بين دولة أوروبية ودولة أوروبية أخرى. الإجراء الثاني متعلق أيضا في الحدود الخارجية البرية للاتحاد الأوروبي، وتحديدا اليونان، إيطاليا والمجر، وهذه الدول طبعا هي التي تشهد منذ فترة موجات لاجئين بشكل مكثف. أيضا هناك إجراءات جديدة لمنع تدفق، يعني لمنع دخول الإرهابيين إلى الاتحاد الأوروبي، وللتحديد من هذه المخاطر. المسألة الثالثة هي تتعلق بالأسلحة التي يحصل عليها الإرهابيون. من المعروف أن الأسلحة التي تدخل الاتحاد الأوروبي، أوروبا الغربية بشكل عام، مصدرها أوروبا الشرقية، دول أوروبا الشرقية، وهذه المسألة طبعا اتخذت إجراءات بحقها. إذن هذه هي الثلاث نقاط التي تم تبنيها. هناك نقطة أو اقتراح عالق بين دول الاتحاد الأوروبي، وهو يتعلق ب يعني اقتراح يبدو ان الفرنسيين وراءه، بتشكيل يعني تنظيم جديد او منظمه مخابراتيه جديده على شاكله السي اي اي، ولكن ان تكون اوروبيه. هذه المساله هناك دول عديده من الاتحاد الاوروبي ترفض ان يكون هذا الاقتراح، او ترفض تبني هذا الاقتراح على اساس انه يمس مباشره بالامن الوطني لكل دوله، وعلى اساس انه يتعارض مع يعني مبادئ شنغن. من هنا نرى أن الإجراءات التي بدأت تتخذ على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتحديدا المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي، ستبدأ بدراسة بعض الاقتراحات من أجل إعادة النظر ببعض بنود شنغن. كل هذه المسائل تمس مباشرة بشنغن، وتضع يعني عقبات جديدة بدأت بها فرنسا مع الانفجارات التي حصلت في 13 من نوفمبر. اتخذت احتياطات على حدودها الخارجية، تدقيق الأوراق والتفتيش بشكل دائم، وهذا إجراء تتخذه أيضا النمسا. إذن مسألة شنغن هي طبعا الآن بإعادة نظر شاملة. نعم موسى. طيب موسى، باختصار شديد لو سمحت، اليوم أحداث مالي ووجود رهائن فرنسيين في المبنى الذي كان محاصر، هل من ربط داخل فرنسا بين ما جرى من اعتداءات في باريس، وأيضا أو ما يحدث في باريس وما حدث في مالي اليوم؟ نعم، بالتأكيد هناك ربط، ولكن يعني لا يمكن القول إن إذا كانت هذه المجموعات متصلة ببعضها. من نفذ الهجوم في مالي هي مجموعات تابعة للقاعدة، وفي باريس هي مجموعات تابعة لداعش، ولكن الربط من ناحية ثانية على أساس أن فرنسا هي دولة تتدخل بمالي منذ بداية العام 2014 عندما قررت التدخل عسكريا لمواجهة تقدم المجموعات التابعة للقاعدة إلى العاصمة المالية. فرنسا تعتبر نفسها معنية أكثر من غيرها بالملف المالي. على هذا الأساس أوفدت إلى العاصمة المالية 50 من ضباطها المتخصصين لمكافحة الإرهاب، وهناك خلية أزمة شكلت صباح اليوم في وزارة الخارجية الفرنسية، وهناك طبعا متابعة مباشرة من الإليزي لما يجري في العاصمة المالية. إذن مصعصي مراسل ميادين من فرنسا، شكرا لك. إلى اليمن، حيث قتل نحو 30 شخصا في اشتباكات بين القوات الموالية للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي وتنظيم القاعدة، أعقبت هجومين للتنظيم في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن. واستهدف الهجومان نقاط تفتيش الجيش قرب شبام ووادي صير، يشار إلى أن تنظيم القاعدة يسيطر على المكلا كبرى مدن حضرموت. تنظيم القاعدة يسعى إلى التوسع في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن. الهجمات التي نفذتها مجموعات تابعة للتنظيم في الساعات الماضية، والتي استهدفت نقطتين للقوات الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي في شبام ووادي صير في المحافظة، تشير إلى ذلك. مسلحو القاعدة يدركون أن هذه القوات المدعومة من التحالف السعودي منشغلة بالمعارك مع الجيش اليمني واللجان الشعبية منذ شهور، وبالتالي فإن الظرف مؤات لتثبيت سيطرتهم على مواقع جديدة في حضرموت. ولا سيما أن القاعدة تسيطر على مواقع استراتيجية في هذه المحافظة الأكبر في اليمن، والتي تعد خزان النفط الأساس في البلاد كمدينة المكلا وميناء الضبة النفطي.
شبوة المحافظة الغنية بالنفط أيضا يتنافس مسلحو القاعدة وداعش للسيطرة عليها. المئات من مسلحي تنظيمين متطرفين المختلفين عقائديا تدفقوا إلى المحافظة مدججين بأسلحة ثقيلة وذخائر حصلوا عليها إثر سيطرتهم على عدد من المرافق العسكرية للجيش اليمني. هذا السعي للسيطرة على منابع النفط في اليمن من قبل التيارات المتطرفة ليس جديدا، فداعش يسيطر على منابع النفط الأغزر في سوريا والعراق بهدف تأمين الموارد المالية لمسلحيه، لكن السعي للسيطرة على شبوة قد يصطدم بتصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية، ولا سيما أنهما تمكنا أخيرا من استعادة السيطرة على محافظة البيضاء المحاذية. ومن العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا مدير مكتب الميادين هناك أحمد عبد الرحمن. أحمد، تطورات ميدانية أيضا تشهدها اليوم كل من مأرب وتعز، لو حدثنا عنها. نعم، اشتباكات عنيفة دارت في عدة مناطق تحديدا في تعز، هناك في الجبهة الغربية في ذباب، وتحديدا في محيط معسكر العمري كان هناك مواجهات ومحاولات للتقدم باتجاه المعسكر تحت غطاء جوي مكثف لطائرات التحالف السعودي. استهدفت هذا المعسكر الجيش واللجان الشعبية، قال بأنهم أو بأنهما دمر آلية إماراتية في مفرق العمري، وما أدى إلى مقتل جميع من كانوا فيها. أيضا الاشتباكات تمتد إلى منطقة الوازعية، هناك حيث تمكنت القوات الموالية لهادي من إحراز بعض التقدم على حساب الجيش واللجان الشعبية، لكن الجيش في المقابل واللجان الشعبية ما زال يسيطران على العديد من المواقع العسكرية المهمة هناك. اليوم كان هناك إحباط لمحاولة التقدم باتجاه بعض المناطق في المسراخ ومناطق أخرى وتحديدا منطقة راسن. الغارات الجوية السعودية استهدفت الخط العام هناك في هذه المنطقة. المواجهات أيضا لا زالت تتواصل في منطقة الشريجة وسط محاولات أو استماتة في المحاولات للتقدم باتجاه منطقة الراهدة في تعز تحت إسناد جوي مكثف لطائرات التحالف السعودي هناك. بالانتقال إلى الضالع، هناك مواجهات الآن قبل دقائق أعلن الجيش واللجان الشعبية عن تمكنهم من السيطرة على جبال وقرى منطقة ذا العبد بالكامل والتقدم باتجاه جبل ناصة، وهذا الجبل يطل على منطقة قعتبة والضالع وأيضا على معسكر الصدرين. هناك في مأرب اليوم أكثر من 40 غارة جوية استهدفت منطقة صرواح، إحدى الغارات استهدفت بالخطأ تجمعات لقوات هادي والتحالف السعودي في منطقة كوفل. أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعاء، شكرا لك. سيادة العميد، اليوم تطورات تشهدها حضرموت، بالضبط ما الذي يجري هناك؟ يعني تحدث مراسلكم عن معارك تعز وعن معارك الضالع، لكن ماذا جرى في تحديدا في شبوة وحضرموت؟ وملفت النظر وأن تنظيم القاعدة الذي يسيطر على ميناء المكلا أو عاصمة حضرموت يتقدم باتجاه شبام، حيث هناك وحدات للجيش اليمني بقيت في مراكزها من أجل السيطرة عليها ويعني تأمين كافة المحافظة تحت سيطرة القاعدة. كما أن القاعدة موجودة في شبوة وفي عاصمتها مقت وفي أيضا مناطق النفط، هناك انشقاق في صفوف القاعدة في شبوة، قسم التحق بداعش وأعلن الولاء للخليفة إبراهيم البدري، وهناك تنافس بين، لا يوجد اشتباكات بين الفريقين، إنما تنافس للسيطرة على حقول البترول في منطقة شبوة تماما كما سيطروا على حقوق البترول في العراق وفي سوريا. ما يجري هو خطير جدا لأنه سيؤثر على أمن المملكة العربية السعودية، باعتبار أن حضرموت لها خط حدود نحو 400-500 كيلومتر مع المملكة العربية السعودية من الشمال، وهنا كما حصلت حوادث في بعض المعابر بين حضرموت والمملكة، وهناك خطر جدي وحقيقي من تنظيم القاعدة أن يتسلل إلى جنوب المملكة في تلك ويقوم بأعمال إرهابية داخلها.